السلام عليكم، أنا فتحت المانيوال بس عشان بعض الأسئلة. أنا متوقع تماما أنها تيجي. هذا أولهم تشرح لكم بس فكرة السؤال. هذا بحكي لي أنه عندي ماسورة زي هيك ونقطة اتش فوق، تمام. أنا بكل بساطة بدي أعرف كالتالي، أنه أنا عندي هنا المحور الماسورة هيك، هذا محور الماسورة، فبالتالي إذا في عندي مومنت بدفع عليها زي هيك راح يكون اسمه تورشن، فبستنتج أنه 350 هي تورشن، تمام. فأنا عندي هذا الشكل فيه تورشن، يعني في تي سي على جي، وعندي مومنت. كيف مومنت؟ عندي قوة ثلاثة وقوة ثلاث، قوتين متساويات في المقدار ومتعاكسات في الاتجاه، فبالتالي شو بيعملوا لي؟ كابل مومنت. كابل مومنت كيف بلف؟ بلف هيك، هيك بلف، تمام، هيك بلف. يعني النقطة اتش اللي بده الاستريسز عندها في عليها ام موجب او ستريس موجب، تمام، وعليها تورشن سالب، عليها تورشن سالب. راس السهم وين؟ عند اتش، تمام. طب شو مقدار المومنت؟ 3.15. شو قيمة هذا؟ 350 يعني 0.35. هاي والله الاسترس حاطه موجب، لا هي الاسترس سالب، بقول هاي شير اكس واي حاطه سالب، ستريس اكس. ليش ستريس اكس؟ خلص هو ستريس اكس. لو فرضت واي، دائما دائما خذوا قاعدة، كونه انا عندي جسم اليمنت، إذا واحد من الاسترسات صفر سواء اعتبرته اكس ولا واي بيطلع نفس الجواب. يعني تاخذوش انه صعوبة، ديميتر 32 في السي هاي، فهذا الشغل اللي أنا حكيت لكم إياه، تمام. في مسألة زي ثانية زيها، كأنه اللي هي زي هاي نفس الطريقة، بده الاسترسز عند الاتش، فأنا بكل بساطة أنا بدي أنقل القوة دي من هون لهون، بعدين راح أنقلها من هون لهون، فبالتالي راح ينتج عندي هنا تورشن، ها بلف زي هيك، فهذا التورشن مقداره 400 في 2، راح ينتج عندي مومنت، القوة هيك مكانها، والنقطة اتش هون مكانها، راح ينتج عندي مومنت زي هيك، تمام، راح ينتج مومنت عندي زي هيك، قيمته 400 في 6، أو بتعوضوا نفس الإشي، هيا، تمام. طبعا كالعادة أنا هون عندي تورشن ذيل السهم هون، فبالتالي هذا التورشن النقطة اتش جاية من فوق، هذا ذيل هذا ذيل، معناته شير اكس واي موجب، وهاي راح تلف هيك التنشن فوق، فبالتالي برضه ستريس اكس بده يكون موجب، هيو موجب موجب، تمام. للي مش فاهم هيو فاهم. هون نفس الاشي، انا عندي القوة هون، بس لما بدي انقلها اول شيء من هون لهون راح تعمل لي تورشن على الماسورة، انا بطلع على الماسورة اللي فيها اتش، هاي الماسورة راح تعمل لي تورشن، تمام، راح تعمل لي تورشن. السهم الذيل فوق معناته انا عندي تنشن على الشير اكس واي، بعدين بدي انقلها من هون لهون راح تعمل لي مومنت، راح تعمل لي مومنت جاي زي هيك، معناته موجبات، المفروض انه موجبات، اذا ما طلعوش غير هيك خلص انسوا، اصلا مش قايل لي والله هي هم موجبات زي ما حكيت لكم، تمام. هون نفس الاشي، راح يكون عندي العشرة هاي راح تعمل لي تورشن هيك على الماسورة، تمام. بالنسبة لكي راح يكون كومبريشن، وبالنسبة لاتش راح يكون تنشن، يعني الشير ما في شير كومبريشن تنشن، انه الشير موجب شير سالب. وبعدين لما انقلها انا من هون لهون راح يكون عندي مومنت زي هيك، راح يكون عندي مومنت زي، لا مومنت قوة كومبريشن، يكون مومنت عندي زي هيك، تمام. وبحل طبيعي، هيو رسم لي الدائرة، ففي عندي شير موجب، في عندي شير موجب وشير سالب، انا هيك بعرف المفروض. هاي فون ستريس واي شير موجب، هاي بتخص البوينت كي، المفروض اتش، اتش في سالب، هاي في سالب، ها زي ما قلت لكم في سالب، تمام. بس ليش ما ستريس واي؟ المفروض ستريس اكس، المفروض انه محور اكس او محور زد حتى، ماسورة هيك، المفروض مسترس زد، صح 100%، صح 100%، زي السؤال هذاك، زي سؤال الكتاب، قلت لكم اذا هاي زد بسميها واي، وهذا هي اكس بسميها اكس، هاي العشرة وين بتلف؟ بتلف حول الزد، فبالتالي ايش قلنا؟ راح تكون هي ستريس واي، هاي ستريس واي، تمام. هيو مسألة الكتاب، نرجع نكرر، هي لفت حول اكس، فبالتالي طبق انها ستريس اكس، هون ستريس زد، فبالتالي ايش؟ ستريس واي، تمام. اتمنى انها وصلت. طيب نيجي هسه للموضوع الثاني، اللي هو لو انا الجسم لف عندي بزاوية مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة، تمام. بكل بساطة نحل مسألة محلولة، بقول لي هاي المسألة determine the principle of plane and principle of stress whose stresses إذا لف الجسم بمقدار زاوية 30 عكس عقارب الساعة.
تمام، خلينا ناخذ المور سيركل الاصليه. تمام، راح ارسم مور سيركل الاصليه بس بشكل سريع. هاي الدائره، ايه طلعت، بقدر ارسم دائره. تمام، انا بقدر، لا شوي لازم اركز انه الدائره هون، عندي المحاور هون، عندي دائره هون. تمام، المسافه هسه نفرض انه هيك هي بالاصل كانت، هاي احداثيات النقاط اللي كانت معي انا، هسه بحاول ارسمهم، ارسمهم بدقه. يعني المسافه من هون، من هون للنص لهون، يعني هي الافرج. كم الافرج طلعه؟ الافرج 80 كنا. هاي النقاط، هاي ايوه، هاي الدائره اصلي، ممتاز. احداثيات النقطه اكس راح تكون 148 هي سالب اكس واي، احداثيات النقطة بي 60 وسالب 48. تمام، الافرج زي ما قلت لكم ايش هو 80 صح؟ هاي الافرج 80. تمام، انا عندي هاي الدائرة، عندي هاي الدائرة. خليني اشوف الاشياء اللي بدي احكي لكم عنها. المسافة من هون لهون 80، مسافة من هون لهون 80. تمام، انسوا هذا الخط، انسوا هذا الخط. هسا شو بنعمل؟ بنعمل، لا رفضني، بنعمل قلنا ايش، خط هالقد، نعمل ننزل خط هالقد. هذا الخط هو ايش؟ هو خط. بعرف انا احداثيات النقطة هاي من هون لهون هي 100، فبالتالي المسافة الصغيرة 20، هاي بدها تكون 48، فبالتالي جذر 20 تربيع زائد 48 تربيع هي نصف القطر. هيو جذر 20 تربيع زائد 48 هي نصف القطر. وكذلك طلع ايش؟ طلع المينيمم والماكسيمم والسوالف الطرمه هاي والتو ثيتا بي. ايوه انا بدي تو ثيتا بي، تو ثيتا بي طلعت معي 67.4. طبعا هي عكس عقارب الساعه، مش مع عقارب الساعه. يا انا شرحت بالعكس بالدرس هذاك. طيب مش مهم قصة انه ثيتا بي عكس ولا ما، مش مهم هسه. انا عارف انه هاي الزاوية هي عبارة عن ايش، هاي مع عقارب الساعة، غريب، 67.4. هي انا ما حلاش السؤال من بدايته فمش عارف شو الصح. 37، خلينا نسطر الارقام بس. هاي الزاوية 37 بوند، مش 37، مش 37، كم الزاوية طلعت؟ 2 ثيتا بي 67، 67.4. تمام، أنا هاي المسألة عندي، هاي المسألة عندي هيك. هسا شو اللي بصير؟ اللي بصير عندي كالتالي، اللي بصير إنه قال لي لفت 30، لفت 30 درجة. هسا شو اللي بتعمله؟ 30 درجة عكس عقارب الساعة، يعني هذا المحور كان هيك باللون الأحمر راح يلف 30 درجة. هسه دائما أي زاوية عرض دائرة هي ضرب اثنين، يعني لما أقول لف 30 درجة فهو لف 60 درجة. بقول لك أنا المحور كانت عندك هيك، كيف بكون مع عقارب الساعة؟ بكون هيك. كيف بكون عكس عقارب الساعة؟ بكون هيك. معناته أنا هذا المحور راح يندفش لجهة ثانية زي هيك، هيك بصير. تمام، هيك بصير. فبالتالي هاي النقطة، هاي النقطة بسميها إكس داش، وهاي النقطة الجديدة بصير اسمها واي داش. تمام، وهاي الزاوية اللي لفها هاي اللي من هون لهون هي 2 في 30 اللي هي 2 ثيتا واللي هي 60. تمام،